السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. اعتذر عن الصوت، لسه ما وصلت المايك على الكاميرا، بس المقدمه حاليا هيك. حاليا عم بلعب باتل فيلد 5 على نيتف ريزولوشن، طور ال 64 لاعب، الباسيفيك وورز، بدون كرت شاشه مثل ما شايفين، وعلى معالج دول كور. خلوكم ما تعرفوا شلون. اول شيء، شلون شغلت باتل فيلد 5 64 لاعب بدون كرت شاشه وعلى معالج دول كور؟ الجواب بسيط، على معالج الاثلان 200 جي اي، كسرت سرعته ل 4.1 جيجا هرتز وشبكت عليه رامات 16 جيجا دول شانل بسرعه 3333 ميجا هرتز، وقدرت اشغل باتل فيلد 5 على ريزولوشن 1024 ب 768 بي على هالشاشه. اوكي، الفريمات مش كتير كويسه، بس ايش دخل الشاشه بهالموضوع، او ايش دخل كرت الشاشه بالمعالج بالشاشه؟ سؤال حلو، بس خلينا نبدأ بسؤال تاني، ليش بحب شاشات CRT بين قوسين شاشات ام كرش؟ ببساطة الذكريات. اول تلفزيون كان عنا بالبيت كان سانيو CRT من سنة 1970 على ما اعتقد، واول PC لعبت عليه كان بشاشة CRT، واول تجميعة او اول سيتاب ملكتها كانت بشاشة CRT. ذكريات جميلة. مرة بأحد الفيديوهات قلت انه شاشات CRT فيهم مزايا حتى اقوى شاشات الالعاب تفتقدها. واحدة من هالمزايا انه ما فيها fixed resolution، يعني الشاشة ما فيها قدرة معينة على عرض resolution معين. معظم شاشات CRT ممكن يعرضوا resolution من 640 ب480 الى حد 1600 ب1200. ال 1600 ب1200 يساوي 1920 الف بيكسل، قريب جدا على الفول اتش دي اللي بيعرض او ما يساوي 2 مليون بيكسل، واللي ما هو شيء مبهر في وقتنا الحالي، لانه في شاشات 8K بتعرض 32 مليون بيكسل. بس الشيء المبهر هو دقة الصورة اللي بتطلع من شاشات CRT مهما كان الريزولوشن. رح اعمل تجربة، اذا كنت حاليا بتابعني من كمبيوترك، روح لسطح المكتب وحط الريزولوشن نصف شاشتك او نصف ريزولوشن شاشتك، يعني اذا عندك شاشة فول اتش دي 1080p حط الريزولوشن على 720p. رح تلاحظ انه الصورة مش كتير واضحة وصار في تشويش وبلور، وهذا شيء طبيعي لانك ما عم تعرض النيتف ريزولوشن لشاشتك. الشاشة عم تحاول تغطي نقص البيكسل، بس عم بصير بلور وتشويش في الصورة لأنه ما عم يصلها بيكسلات كافية لتعرض نيتف ريزولوشن. شاشات CRT ما فيهم شيء اسمه نيتف ريزولوشن، ما فيهم عدد بيكسلات، فيهم مدفع بيكسلات، بيدفع بيكسلات على قد ما بتعطيه، مدفع على قد ما حاجته بيكسلات بفجر بيكسلات. يعني على شاشات CRT حتى لو حطيت الريزولوشن 640 ب480 الصورة رح تضل واضحة وشارب إلى حد ما. طبعا لهالسبب قدرت أشغل باتل فيلد 5 على كارت يعتبر ميت إلى حد ما، اللي هو الفيجا 3 على معالج الأثلان 200 جي إي، بتخفيض الريزولوشن ل 1024 ب768. طبعا كان ممكن أخفض الريزولوشن لهالقدر على شاشتي العادية 1080p، بس الصورة رح تظهر كأنها بيض لأنه رح يصير في بلور وتشويش كتير لأنه مش نيتيف ريزولوشن. بينما على شاشة ام كرش الصورة واضحة، حتى لو كان 1024 الصورة واضحة وما عندي اي مشاكل بالرؤية. واذا بتطلعوا على الفريمات باللعبة راح تلاحظوا انها تتراوح بالثلاثينات، 30 فريم على البي سي تعتبر غير مقبولة، وخاصة في لعبة اونلاين. بس لما كنت العب ما حسيت بلاج او انه اللعبة ثقيلة وغير مستجيبة، بالعكس حسيت وكأني بلعب على 60 فريم. والسبب يرجع لانه شاشات CRT ما فيهم ديلي او latency، zero latency، zero delay، وهذا شيء غير موجود حتى بأغلى وأقوى شاشات الجيمينج. حتى شاشات ال 240 هرتز فيهم نسبة delay حتى لو كان 1 ملي سكند، شاشات CRT ما فيهم delay. والسبب انه شاشات CRT بتشتغل على analog signal، يعني الكابل او طريقة عرضها للبيانات او طريقة ارسال البيانات من الكمبيوتر للشاشة هو signal، اشارة، ما هي بيانات. الكمبيوتر بيرسل إشارة للشاشة، بينما معظم الشاشات الحديثة اللي بتشتغل على HDMI أو DisplayPort بتشتغل عن طريق البيانات. كابل DisplayPort والHDMI بيرسل من الكمبيوتر للشاشة بيانات، الشاشة بتقوم بمعالجة البيانات وتحويلها لصورة أو Picture. معالجة البيانات يسبب ديلي. طبعا معظم الشاشات أو في كتير شاشات حديثة قللت الديلي لواحد ملي سكند، بس شاشات CRT ما فيهم معالجة بيانات من الأصل لأنه سيجنال، صورة، ما في ديلاي بالسيجنال أبدا.
بالإشارة. نضيف على الشيء أنه أغلب شاشات الـ CRT بيشتغلوا على 85 ل100 هرتز تقريبا، أو حتى ممكن تكسرهم ل110-120 هرتز. نضيف هالأمرين مع بعض، Zero Latency أو عدم ديلاي، ما في ديلاي، و85 أو 100 هرتز، صار عندك شاشة خرافية. حتى أغلى شاشات الجيمينج ما بتوفر لك هالمزايا. وعلى فكرة شاشات CRT مو بس ممتازات للألعاب، بالنسبة إلي مشاهدة الأفلام هو الأفضل على شاشات مكرش CRT، لأنها بتعطيك تشبع ألوان حقيقي. الشاشات الحديثة بتعوض هالشي بتقنية الـ HDR، بس تقنية الـ HDR بتحسها فيك وتقليد، على عكس شاشات CRT اللي بتعطيك تشبع ألوان حقيقي أو natural. أوكي أيمن، بما أنه شاشات CRT مكرش أو أبو ظهر كلها قد خرافيات، ليش وقف تصنيعهم وما عاد حدا يستخدمهم؟ على الرغم انه فيهم مزايا خرافية، حتى احدث الشاشات واقوى الشاشات تفتقدها، الا ان عيوبهم اكثر من مزاياهم. اولا الحجم والوزن، ما بعرف اذا حدا منكم جرب يشيل شاشة CRT، بس وزنها ممكن يسبب لك تسك، وخاصة الشاشات الكبيرة ممكن يوصل وزنها ل 40 او 50 كيلو. ثانيا صرف الطاقة، بتعرف انه شاشة مكرش اول ما تشتغل وتعمل لك تك، هاي التكة واحدة ممكن تصرف 2000 واط. 2000 واط يعني تقريبا قد مكيف. لها سبب، أول ما تشتغل بتلاقي إنارة الغرفة أو إنارة البيت كلها صارت تضعف، بس طبعا هالشي أول ثانيتين أو أول ثانية فقط. بعد ما تشتغل بتصرف ما بين 100 ل 250 واط، واللي ما هو قليل أبدا. الشاشات الحديثة حتى تلفزيون 65 بوصة ما بيصرف أكثر من 60 واط، شاشات الجيمينج العادية بتصرف أقل من 20 واط، فما هن اقتصاديات أبدا بصرف الطاقة. وثالثا وأخيرا تكلفة التصنيع، رغم أنه حاليا ممكن تلاقي شاشة CRT ببلاش تقريبا، بس هداك الوقت لما كانوا في عز ازدهارهم أو ازدهار صناعتهم، تكلفة تصنيعهم ما هو قليل أبداً، لأنه فيهم أمور أو يتطلبوا مواد وموارد أكثر من الشاشات العادية. وطبعاً في كتير عيوب أدت إلى اندثار هالشاشات، بس بالنسبة لي ما زالوا من ذهب أو قطع من ذهب. المرة الجاية لما تشوف شاشة CRT لا تستخف فيها، ممكن تكون أفضل من شاشتك الثمينة اللي في البيت. ونصيحة لكل شخص حابب يحصل على تجربة ريفرش ريت عالية بأقل سعر ممكن، مالك غير شاشات CRT، بيعطوك تجربة خرافية. الزيرو ليتنسي مع الريفرش ريت العالي، عن جد ما في ولا شاشة تانية بتعطيك نفس التجربة. ولو عندك بي سي بكارت شاشة ضعيف، حاول تجيب كمان شاشة CRT، لأنه شاشات CRT مثل ما قلت تسمح لك تخفض الرزولوشن بدون ما تصير الصورة بيضة على الآخر، يعني تحافظ شوية على دقة الرزولوشن المنخفض. وبس يا جماعة، هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك، بفيدني كتير. شايفين الفيديوهات هون، هذول الاثنين هون، روحوا شوفوهم، متعوب عليهم. ولا تنسوا اللايك وتفعلوا زمارة الإشعارات ليوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم أيمن محمد، شكرا للمتابعة، السلام عليكم.